تحدث مواطن من قضاء الحمزة الشرقي في محافظة القادسية عن واقع القضاء ومعاناة الناس وكم هو ناقم على ممثلي القضاء، وكذلك قام بتوجيه دعوة إلى الأهالي للمشاركة في التظاهرات، فنشاهد. السلام عليكم أهالي الحمزة، باكر مظاهرة الساعة بالتسعة الصبح، وجهة فقراء ومظلومين، خدمات ماكو، عمار، اخوان انتم الخريجين طلعوا حقوقكم انباقت بيد الاحزاب، اطلع ليش تقول على الناشط على المتظاهر؟ هاي احنا جاي نطلع ونهوس وننبح ما حد يتنوى عنا. لا تعتمد على الشيخ فلاني، عنده مولده كاتم ترى يا حبيبي، ومتفق وحصته تجي راس شهر، انت ليش تظل دومك غبر؟ اطلع ابوي اطلع. وعندي رساله راح اوجهها. تسع اعضاء يمثلون الحمزه. تدرون كم سايب هسه؟ كم واحد بيهم سايب بلبنان وبدبي وبإيران؟ خلي يسمعني، إذا من عندهم واحد خارج العراق وعارف الحمزة هذا سايب من سايب، أنا على الحداقة أقول له أنت سايب من سايب، هاي خدماتكم. هاي مدينة تكساس شوفوها، هذا متنزه تكساس العائلي. خاف يقول العم علي تبله. هاي احنا بالصيف وتموز كهرباء ماكو، وهذا الماي شوفوه. بس ويا من السولف؟ وين الوادم الساكتة؟ وين الرفحاوي؟ وين يستلم مليون ونص ومليونين وساكت؟ عم مدينتكم منكوبة. باكر راح تطلع وادم مثقفة وشعراء ومحامين راح يقودون مظاهرة مو احنا. اطلعوا على مدينتكم، انا اريد شارع نظيف لي، اريد كهرباء، اريد ماي، حقك كمواطن. هذا شوفوه هذا فقير، شافنا صور، شوفوه هذا فقير. شافنا صور يا امي بهالشمس. الساعة تقريبا هسه بالوحدة ونص الا بثنتين ما ادري. عم طلعوا والله العظيم حرام عليكم. وين هيهات من الذله؟ وين لبيك يا حسين؟ عم طلعوا ما عندنا مطالب خاصه، والله ما عندنا. اطلعوا. احنا خوذ زلم. احنا لا عندنا شيء نروح ناخذ من المسؤول غصبا عليه، بس ما يقولون الناشطين ساومونا. لو المتظاهرين اخذونا، عم طلعوا احكوا علينا، تكلموا احنا اخواتكم عادي، اخواتكم نتحمل. اطلعوا باكر وادم راح تقودها المتظاهره، اطلعوا. كافي، والله حرام عليكم ما تطلعون، والله حرام عليكم ما تطلعون.